كذلك كما ترون أتانا الرضوان التركي أيضا مستعمرا ودخل بطاقاته العسكرية ليجتاح الأراضي السورية، ونحن كذلك نقف ضد هذا العدوان. البيان للرأي العام لنوضح به أنه احنا اليوم ضد هذا الاحتلال القاشم على بلادنا. احنا اليوم في شمال وشرق سوريا منطقة آمنة، لا نريد اليوم أن يصنع لنا أردوغان منطقة آمنة حتى يجلب لدينا الإرهاب مرة ثانية على مناطقنا. احنا اليوم نرى بكل المدن والمحافظات السورية التي دخلت على سوريا من الجيش السوري ومن قوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل على الحدود، وانطلب منها حماية الحدود ولبت الطلب، واليوم نحن بصف واحد وبخندق واحد، وليس لدينا تفرقة لا بين كردي ولا عربي، ولكن احنا ضد أي تقسيم كان في سوريا وضد أي عدوان أو منطقة آمنة على سوريا. احنا اليوم اجتمعنا كعشائر الشمال الشرق السوري تنديد للاحتلال التركي ولولادة داعش من جديد في المنطقة اللي يدعيها أردوغان ليجعلها منطقة آمنة. احنا طبعا ضد أي عدوان على سوريا وضد التقسيم أراضي سوريا، وإحنا نشد على أيدين أبنائنا قوات سوريا الديمقراطية، هم أبنائنا أبناء المنطقة كافة.